وين السيارة؟ طارت. كيف يعني طارت؟ رجعت لصاحبها. بس انت قلت لي على التليفون انه اتصل فيه قبل نص ساعة وقال انه بحاجة للسيارة، قل له ما تاخدها. معناتها انا راجع على البيت. ليش؟ لانه ما بقدر امشي معك بالشارع، بركي حدا شافنا. وليش لنتمشى بالشوارع؟ خلينا نروح على الاستوديو اللي قلت لك عليه. ايوه قول هيك من الاول. شو قصدي؟ قصدي انه السيارة ما طلبها رفيقك، انت قلت له ما بدك اياها لانه في براسك موال. موال؟ ايه موال. لؤي انا قلت لك ماني صغيرة وبفهم قدك على 100 مرة. لك هلا انت ليش هيك نيتك عاطلة؟ انا ولا انت؟ هلا اذا كنت حريص على سمعتك وقلت لك خلينا نروح على الاستوديو مشان ما حدا يشوفنا مع بعض بكون نيتي عاطلة؟ وانت ليش مصر تسميه استوديو مو بيت؟ لانه البيت وقت بيكون غرفة وحدة بسموه استوديو. وانا على الاستوديو ماني رايحة بخاطرة. لك طولي بالك سيدرا ولو بلا الاستوديو لك عمره. قولي ما حبيتي؟ تمعت شو عطات الزمان؟ هذا من أحسن كافتريات البلد. كمان عم تقول أحسن واحد؟ هذا الخنقة وحدة بوحدة قليك محلات مهواية؟ المحلات المهواية ممكن حدا يشوفنا هون، ما بيجوا إلا اللي مثلنا، ما بدهم حدا يشوفهم. طلعي. طلعت، لا حبيته ولا حبيت الناس اللي فيه. وطي صوتك شوي. إيش حدا حاسس بالتاني؟ قلت لك خلينا نروح على الاستوديو. لك انت ما بتمل؟ لاني بحبك. معناتها لك شغله طالما بتحبني، لا على هالكافيتيريا ولا على غيرها عاد تروح معك مره ثانيه، يا بالسياره ومتفتر بنص الشام، يا ما شفت لك وحده غير تضحك عليها. انا بدي اضحك عليكي يا سيدرا؟ لو بدي اضحك عليكي ما كنت قلت لك ببعت اهلي يخطبوكي. معقول انت لؤي؟ انا عمري 17 سنه وعندي اختين اكبر مني، معقول اهلي يوافقوا يخطبوني الي؟ نقرا الفاتحه هلا ولا تاخدي البكالوريا، انا بكون تخرجت من الجامعه، يعني بكون صار عمرك 21 سنه. يا ريت، بس انا بعرف انه ما رح يقبلوا. ومو هذا المهم، اذا فتحت موضوع ما عاد يخلوني اطلع من البيت، واختك لما بيحسوها مقاموس حياتي. كمان مو معقول نضل نشوف بعض هيك بالسرقه، وين؟ بالسياره. لك يا سيدرا، الاستديو غير شكل، هونيك بنعمل عصير، بنسمع موسيقى، لا حدا بيشوفنا احنا فايتين، ولا حدا بيشوفنا احنا طالعين. نفس الاسطوانة. طيب فكري انتي، زينية براسي. الا اذا كنتي خايفة مني ومالك ثقة فيني. مو خايفة منك، بس مالي ثقة فيك. لك يا سيدرا. قيم ايدك. قلت لك من اول ما تعرفنا على بعض اللمس ممنوع. بتعرفي سيدرا، وبدون زعل، انا بلشت اوج منك. يعني مو معقول كل يوم والتاني بدي اتزلل فيه مشان يعيني سيارته. احسن شيء انتي ببيتك وانا ببيتي. عم تحكي عن جد؟ ايه طبعا عم بحكي عن جد. إيه رح تجننيني؟ إذا مالك ثقة فيني ليش مرافقتيني؟